وتملك السيف. عاوز يا شيخ العرب تاخد عيالنا من بيوتنا وتعمل فيهم زي المماليك ليه؟ برضو ولد العز يتهانوا. تعرفين يعني ايه هواري؟ ايوه عارفين. يعني ايه هواري؟ يعني راجل وكلمته لها وزنها. تمام، وايه كمان؟ يعني كبير ولا يعمل الصغير ويحكم بالحق. تمام يا شيخ اسماعيل. يعني ايه هواري يا شيخ سلام؟ يبلع المر ويدي الحلو. وايه كمان؟ الهواري شيال الحمول. كل ده جميل. اقول لك انا يعني ايه كلمه هواري؟ الهواري هو الفارس اللي من قدام، سموها على جدودكم زمان لما كانوا امراء في المغرب. اول الديش هو الهواري، يعني اللي نام جار مرته وولاده حواليه وعشت الوكل والشرب والحريم وبس، ديه ما يلقاش هواري. عاوز اردكم لاصلكم يا هواره. انتوا عندكم الاصل الطيب، بس الاصل الطيب وحده ما يحميش حد، والعمر مش مضمون. حاولوا معاي بالسم ومش هيسكتوا، هيحاولوا مره واثنين وثلاثه، ولو انا مت وانتوا كده والله ما تقدروا تتخيلوا هيعملوا فيكم ايه. ربنا يديك طول العمر يا شيخ العرب. رجالها هتروح يا شيخ اسماعيل، ويفضل اللي عملوه. اللي عمل حاجه راجل، واللي ما عملش ملهوش ذكرى. غيرك زمان حاول كتير وما قدرش، واللي ما حاولش عاش اكتر. ما ياخدش الروح غير اللي خالقها، اللي ولده غالي عليه قوي كده ما يشيعهوش. هو حر، انا مش هغصب على حد، بس يشوف عنده ارض ايه ويتنازل عنها، عشان الارض ملهاش عازه من غير حد يحميها. خلص الكلام. خير يا بهوان؟ مستقرين بشيخ العرب همام. شيخ العرب همام في مقعد النهاري على البحر. كمل يا عبد الحفيظ. عيال يا شيخ العرب قعدوني في البيت، لا عايزين نطلع ولا عايزين نخش. انت كبرت يا عبد الحفيظ، عيب الهواري ينزل زرعته. طب انا كيفي ومزاجي قعدة الزرع، اقعد جنب المرة في الشمس اتفلى بحكمهم؟ هذا احنا كمان هنخش بين الرجل وعياله. يا جماعة قلت لكم كذا دور عشان الوقت ما يضيعش في حاجات ما لهاش عازة. هنا للقضايا اللي لها صالح بالأرض، بالمحصول، بالغلابة، بحوايج الناس. ومع كده قول يا عبد الحفيظ عندك كم عيل؟ أربعة وكلهم زي بعض عايزين نقعد. خلي صغير عندك وجاي التلاتة الباقيين، ما بلغوا؟ دول متجوزين رجالة مع هذا الصغير. هاي ياجو عندنا اللي شغلهم عنك، والكل اللي قاعدين اي حد فيكم عنده واد عدى سن البلوغ بثلاث سنين يشيع بكره قبل صلاه العصر يبان اسمه لبولس. خير يا شيخ العرب، فهمنا مقصودك. ارسيكم بعدين اقعد. المهم تعملوا كده، واللي هعرف انه عنده واد وما شيعوش هو حر. بدر الدين حسب الله. ولا دي قتلوها يا شيخ العرب. استنى يا بدر الدين، الظهر يبدا يا بولس. لسه يا شيخ العرب. قول. ولا دي قتلوه وعايز القصاص. من مين؟ ولد عمنا جار البلبيش. ترضى بالعفو؟ لا. تقبل الدية؟ لا. مين اللي قتله؟ واحد من بيت رشوان، وانا ما كفنيش فيهم عيالهم كلهم. ما فيش حاجه اسمها كده. صح انت معذور في حرقه القلب، والقاتل يتقتل، لكن روح قبل روح. شوف هو مين وانا ضامينك، بس تجيب دليل على ان هو دي وانه قاصد ولدك انت بالذات. انا عارف وعادت تطلق يدي فيهم. دم ولدي طول الليل بيصحيني ويقول لي تاري. الارواح مش بالحديد ولا بالظن،
هجيب لي شهود ودليل وسبب وقصد ونية واسم القاتل وهجيبه تحت رجليك، يا تعفي عنه يا تقبل الدية يا تقتله. لا اقتله، واللي يعفي او يقبل الدية ليه من انا فوق العفو 20 قرع، وفوق الدية دية، ارواحنا غالية علينا يا هوارة. اقعد. اللي بعده الظهر يدا يا شيخ العرب، نجي بعد العصر. وفي غرفة مجلس 3 مماليك مستجيرين، جلستنا في النهار تبقى للفقراء وناسنا وبس، جلسة المماليك تبقى في الليل في المنظرة. علم علم يا شيخ العرب. يلا نعد الفرد. شو صلي بينا يا شيخ سلام؟ أصلي بيكم يعني؟ صلي بينا أمام. مش هصلي. في يا شيخ سلام أنت زعلت ليه؟ اسمع، هو أنا هصلي ليك ولا هصلي لربنا؟ يا أبوي أنا ما قصديش. يلا خش خور، مش هصلي معاكم. الشيخ اسماعيل عندي تمنه كبير قوي، ديته اقل رؤوس كلته الثلاثة. تؤمر يا شيخ العرب. القاتل يتقتل، واللي هيقول من شيعه يعيش وياخد خبر زمايله معاه. من شيعه؟ معرفش معرفش. اقطع صباعك يديه ورجليه قبال صباعك اللي طرده يا شيخ اسماعيل، وبعدين موته. خذوه. وانت من شيعك؟ معرفش. يدين ورجلين وبعدين موتوا. خدوه. كنت عاوزك تبقى مرسال والمرة تاخد جيت زمايلك معاك، لكن الظاهر مالكاش عم. لا ليه يا عم؟ هقول. زين، من شيعك تموتني؟ على بك. مليح عليك اصبعه زمايله في رقبته ورجعوه للي شيعه. خذوه.